بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فذكر الشيخ رحمه الله تعالى في ختام العبادات كتاب الحج، لأنها آخر المباني الخمس، والحج في الأصل هو القصد، وإنما نقل إلى هذه العبادة لأن فيها قصدا لبيت الله الحرام بالعمرة والحج. والعلماء يذكرون في هذا الباب أحكام العمرة والحج، ويذكرون تبعا له بعضا من الأحكام كأحكام زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحكام المتعلقة بالهدي النافلة وما يشبه ذلك كالعقيقة ونحوها. والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم، قال والأصل فيه، أي والأصل في الحج قول الله عز وجل: وللناس ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هنا الأصل بمعنى الأصل في الوجوب، لأن العلماء إذا أطلقوا الأصل في الباب فتارة يقصدون الأصل في الباب الأصل في وجوبه، أي دليل الوجوب، وتارة يقصدون بالأصل أي العمدة في الباب في تفصيل أحكامه. والله عز وجل قد فصل في كتابه في كثير من الآي أحكام الحج، وأما الآية التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى فإنها تدل على وجوب الحج على أفراد المسلمين وأعيانهم. والاستطاعة أعظم شروطه. نعم، قال والاستطاعة أعظم شروطه، لأنها في كتاب الله عز وجل، فقد قال: من استطاع إليه سبيلا. وقوله إنها أعظم شروطه لأن باقي الشروط تنقسم إلى أنواع، فإن بعض الشروط شروط للصحة، وبعضها شروط للوجوب، وبعضها شروط للزوم. والاستطاعة هي شرط للوجوب، وسماه أعظم الشروط لأنه يتفرع عليه كثير من المسائل. وهي ملك الزاد والراحلة. نعم، جعل الاستطاعة بمعنى ملك الزاد والراحلة هذا ثابت في كثير من الآثار، ومن أصحها عن الحسن ابن أبي الحسن البصري وعن غيره، وتواطؤ هذه الآثار على هذه المعنى يدل على الجزم به. وبناء على ذلك فإن المراد بالاستطاعة هي الاستطاعة المالية، فالاستطاعة التي تكون شرطاً للوجوب إنما هي الاستطاعة المالية، وأما الاستطاعة البدنية فليست شرطاً للوجوب، وإنما هي مانع من الوجوب، وسأذكر لكم بعد قليل ما الذي يترتب على ذلك. الاستطاعة المالية تكون لأمرين: للزاد وللراحلة. فالزاد في أثناء العبادة، والراحلة في الطريق. وبناء عليه فمن كان من أهل مكة فليس محتاجا للراحلة، ومن كان خارجها فإنه يحتاج الراحلة والزاد. ولذا فإن التعبير بملك الزاد والراحلة يشمل جميع الأمور المالية التي يحتاجها الحاج. وقول المصنف هي ملك الزاد والراحلة بعد ضروريات الإنسان وحوائجه الأصلية يدلنا على أنه إن ملكهما، أي الزاد والراحلة، ولكنهما لا يفضلان عن حاجته الأصلية وضروريات حياته، فإنه لا يكون قد وجب عليه الحج، لأن الاستطاعة بمعنى أن يكون مالكا مالا يفضل عن ضرورياته وحاجاته، عن ضرورياته وحاجاته. قلت لكم قبل قليل أن الشرط للوجوب إنما هو الاستطاعة المالية، أما الاستطاعة البدنية فليست شرطا، وإنما هي مانع من الوجوب. وبناء عليه فإذا لم يكن واجدا المال فليس بواجب عليه لا الحج ولا بدل الحج. فمن مات فقيرا غير واجد المال الذي يستطيع به الحج وهو الزاد والراحلة فنقول لا يحج، لا يلزم وليه أن يحج عنه. وأما من مات وعنده مال ولكنه قادر ببدله على أن يحج فيجب أن يحج عنه من ماله، ويشرع لوليه أن يتطوع عنه ليحج عنه الحج الفريضة. إذن
الضعف البدني وعدم القدرة على 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 ركوب الراحلة وهو الاستطاعة البدنية لا تسقط الحج، وإنما تنقل إلى بدله، وبدله هو أن ينيب غيره فيقوم مقامه. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت للسفر. نعم، ومن الاستطاعة، وبعضهم يجعله شرطا منفصلا لشروط الوجوب، أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر، أي إذا احتاج انتقالها للحج إلى سفر، بأن كان بينها وبين مكة مسافة سفر. وأما إذا لم يكن دونها مسافة سفر وإنما أقل فإنه لا يلزمها المحرم، لأن المحرم إنما هو للسفر لا للتنقل والمكث في مكة. وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج. نعم، لا شك في ذلك، حتى قال الزركشي إن العمدة في أحكام الحج هو حديث جابر، وما زال أهل العلم إذا أرادوا أن يذكروا صفة الحج أوردوا حديث جابر، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم، هو قال ما رواه مسلم، هذه أحد ألفاظ الحديث، وإلا فإن في بعض الألفاظ في مسلم وفي غيره عند أهل السنن بل وغيرهم كابن خزيمة ألفاظ أخرى تزيد وتنقص من هذا الحديث. أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة. نعم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، بعضها قبل أن يفرض الحج وبعضها بعده، وإنما أجل النبي صلى الله عليه وسلم الحج بعد فرضه لسبب وهو النسأ، فإن الله عز وجل يقول إنما النسيء زيادة في الكفر، فإنه قد قيل كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد أن المشركين قد كانوا قد نسأوا وكانوا ينسؤون فيجعلون الأشهر في غير وقتها، وكانت السنة 9 مع فرض الحج فيها كان الناس قد حجوا في شهر ذي القعدة، فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، وإنما أرسل أبا بكر وعلي رضي الله عنهما فحج بالناس وأذن فيهم أن لا يحج بالبيت بعد الآن بعد هذه السنة مشرك. فلما كانت السنة 10 حيث حج النبي صلى الله عليه وسلم قام في المسلمين خطيبا فقال أيها الناس إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، ثم قال أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي مكان هذا، ثم ذكر أنه يوم عرفة. فهذا يدلنا على أن تلك السنة قد استقام استدارة الزمان، فأصبح يوم عرفة فيها في اليوم الذي يوافق ما عند الله عز وجل، ومثله هذا الشهر، فإن هذا الشهر هو شهر ذي الحجة كما عند الله عز وجل، وما زال الأمر على هيئته لأنه قد حرم النسأ، فقد قال الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر. ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله. نعم، هذا امتثال لأمر الله عز وجل، وأذن بالناس في الحج. فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة. نعم، خرج الصحابة مع الرسول، وقيل إنهم يجاوزون 10,000، حتى أتوا ذا الحليفة، وذا الحليفة هو ميقات المدينة وهو واد. نعم، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. نعم، أسماء زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعنها. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. هذا يدلنا على أن المرأة الحائض يجوز لها أن تحرم، وأنه لا يحرم عليها شيء من أفعال النسك إلا الطواف بالبيت. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما نفست افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. وقوله واستثفري أي شد شيئا من الملابس لكي لا يلوث الدم باقي الملابس. وقوله وأحرمي أي ادخلي في النسك. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء هل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم، قول جابر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، لم يكن في ذلك الوقت في ذي الحليفة مسجد، وإنما مراد جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الموضع الذي بني عليه مسجد، فإنه كأنه يقول في الموضع الذي بني عليه، فهو إشارة للمكان الذي صار بعد ذلك، مثل ما قال بعض الرواة
لما رووا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، بعضهم لما نقل الحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المنبر والقبر، مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل القبر وإنما قال بيتي، فهو حكاه باعتبار ما رأى. قال ثم ركب القصواء وهي دابة النبي صلى الله عليه وسلم، سميت بهذا الاسم لأنها كانت مقطوعة الأذن، فإن الدابة إذا قطع أكثر من نصف أذنها سميت عضباء، وإذا قطع أقل من نصف أذنها سميت قصواء، حتى إذا استوت ناقته على البيداء وهي الطريق السالكة التي يمشى عليها أهل بالتوحيد، والمراد به التلبية. والنبي صلى الله عليه وسلم نقل أنه أهل أي لبى عند الإحرام، ونقل عنه أنه لبى عند ركوبه ناقته. والظاهر أن كل واحد من الصحابة إنما نقل ما رأى، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين، ولذا فإننا نقول إنه يستحب التلبية عند الدخول في النسك، ويستحب التلبية عند ركوب الدابة أو السيارة. لكن فقهاءنا يقولون لا يستحب تكرار التلبية وهو على هيئة واحدة، فإذا كان في المسجد وصلى ركعتين ودخل في النسك فيلبي مرة، ثم إذا مشى وركب دابته لبى، وهكذا، فكل هيئة تتغير عن هيئته الأولى يلبي بها. وقوله أهل بالتوحيد لأن فيها إفراد العبادة لله عز وجل، فقوله لبيك اللهم لبيك، قيل إن لبيك هو العود مرة بعد مرة، لأن المرأة عندما خرج مكة يقول إني قصدتك مرة بعد مرة. لبيك لا شريك لك، إن الحمد بكسر إن، ويصح فتحها بأن تقول أن فتكون تعليلية، أي إن قصدتك يا رب لأن لك الحمد، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهي ثلاث جمل كما جاء في الأثر، فيقف عند كل واحدة منها. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، قوله وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، أي أن كل واحد من الصحابة أهل بتلبية غير التلبية التي لبى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فنقل عن بعضهم أنه كان يقول لبيك وسعديك والخير بيديك، ونقل غير ذلك من التلبيات. وكل هذه التلبيات المنقولة جائزة، وإنما المسنون منها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فقط، والباقي جائز. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، يعني لم ينكر عليهم شيئا فدل على جواز ذلك، وإنما المنهي من التلبية ما كان فيه شرك، مثل تلبية أهل الشرك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فإن هذا لا يجوز. ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، نعم، قوله ولزم تلبيته ليس معناه أنه لزم تكرارها، وإنما معناه لزم لفظها المتقدم، مما يدل على أن السنة السابقة، لأن فقهاءنا كما ذكرت لكم يقولون لا يستحب تكرار التلبية على الهيئة الواحدة، وإنما يكررها مرتين أو ثلاث ثم يقف. نعم. قال جابر لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة، نعم، قول جابر لسنا ننوي إلا الحج يعني أنهم أهلوا بالحج فقط ولم يعرفوا إدخال العمرة على الحج، لأن من رخص الإسلام المتعة اللي هو التمتع في الحج، وإدخال الحج على العمرة في القران. طبعا هنا هذا يدلنا على أن بعضا من الصحابة اختلفوا ما هو نسك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جابر رضي الله عنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل مفردا بالحج، وغيره نقل أنه أهل قارنا، والصواب مع من نقل أنه قارن. والسبب أن جابر رضي الله عنه لم يكن يعرف القران، والقران والإفراد فيهما شبه في كثير من أفعالهم، ولذلك قال ذكر في غير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل مفردا، فهو بظنه لا بعلمه، ولذا رجح أهل العلم أن نسك النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان القران. نعم. حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، نعم، قوله أتينا البيت أي مسجد البيت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت أول ما نقل عنه أنه استلم الركن، وهو الركن اليماني، فيستحب استلامه، ويكون استلامه بدرجات، أولها أن يقبله فيضع وجهه على الحجر ويقبل الحجر، ثم يليه أن يضع يده على الحجر ويقبل يده، ثم يليه أن يشير بيده أن يستلمه بمحجن أو عصا معه ويقبل ذلك، ثم يليه أن يشير إليه بيده،
فإن أشار إليه بيده فلا يقبلها. إذن إما أن يقبل الحجر أو يده أو ما استلمه بها كعصا ومحجن ونحوها. فطاف سبعة. قال وطاف سبعا أي طاف سبعة أشواط. هذا الطواف بالبيت من شرطه أن يبدأ بالحجر وأن يختتم به، ومن شرطه أن يجعل البيت عن يساره، ومن شرطه الموالاة بين أشواطه والطهارة كذلك. فرمل ثلاثا ومشى أربعة. قوله فرمل أي أسرع في المشي من غير مباعدة الخطى وإنما بمقاربتها. والرمل في الطواف إنما يكون سنة لمن كان قادما، فإن تكرر طوافه كطواف الصدر أو الإفاضة فإنه لا يرمل فيه. إذن إنما يكون الرمل في الطواف لمن كان أول طواف له وهو طواف القدوم. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال ثم نفذ أي قصد مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم قيل إنه الحجر وقيل إنه الموضع، وإنما جعل الحجر علامة عليه، ذكر ذلك الفاكهي في أخبار مكة. وبناء على ذلك فكونه قصده لا يلزم منه أن يقصد الحجر، وإنما يقصد الموضع على القول بأن المراد بالمقام مطلق الموضع. قال فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل القرآن في فعله. فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. نعم، قال فصلى ركعتين وجعل المقام أي الحجر حيث وضع بينه وبين البيت، أي جعله في قبلته. نعم. وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. نعم، وهذا مستحب تخصيص ركعتي الطواف بهاتين السورتين. ثم رجع إلى الركن واستلم، أي واستلمه بالصورة التي سبق ذكرها. ثم خرج من الباب إلى الصفا. نعم، هناك باب كان في مسجد الحرام ويسمى باب الصفا، يخرج منه إلى الصفا. وقد استحب العلماء لمن خرج من المطاف إلى الصفا أن يخرج من هذا الباب، وهذا الباب كان موجودا إلى نحو من قبل أكثر من 60 سنة أزيل تقريبا في التوسعة الأولى في أول السبعينات الهجرية من القرن الماضي، وإزالته هي الصواب. لماذا؟ لأنه إنما يستحب الخروج من باب الصفا حيث كان الصفا والمروة خارج المسجد، فيستحب أن تخرج من المسجد من حيث خرج النبي صلى الله عليه وسلم. أما وقد تغير المسجد فأصبح الصفا والمروة من المسجد فقد اختلفت أحكام كثيرة. من هذه الأحكام أننا نقول لا يستحب قصد الموضع الذي كان محل باب الصفا فتخرج من جهته، لأنك لو مررت منه لا يصدق عليك أنك خرجت من المسجد، بل ما زلت في المسجد، ولا فضل لهذه البقعة بعينها، وإنما الفضل لهيئة الخروج ولا خروج. ومما يترتب على أن الصفا والمروة دخل أن الصفا والمروة أصبح الآن حكمه حكم المسجد، سواء في اتصال الصفوف وعدمها، وذكرت لكم أمس في الأسئلة في قضية الائتمان لمن كان داخل المسجد ومن كان خارجه. ومن الأحكام أيضا مسألة مكث الحائض والنفساء فيه والحائض والجنب فيه، وقلت إن الخلاف فيه مشهور جدا ويجوز مكث الجنب فيه إذا توضأ لحديث عطاء. نعم. فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال فلما دنا من الصفا أي من جبل الصفا قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فرقى عليه حتى رأى البيت. قال فرقى عليه، الرقي على جبل الصفا وجبل المروة سنة، وإنما الواجب استيعاب ما بين الجبلين. قالوا وأقل ما يكون استيعابا لما بين الجبلين أن يلصق عقب رجله بالصفا ثم يمشي حتى يصل إلى المروة، فإذا وصل إلى المروة ألصق عقب رجله بها ثم رجع. هذا قديما حينما كان جبل الصفا والمروة كانا قائمين، لأنه بعده بقرون ارتفعت الأرض، بمعنى أن الأرض باللغة العامية شبت، وهذا معروف تشب وترتفع، وتغطى بعض الجبلين، وهذا قديم ذكره أهل العلم بدلالة ما ذكره المؤرخون من عدد درجات الجبلين. ثم في وقتنا هذا من بضع عشر سنوات من نحو 30 سنة أو أكثر بلط جزء من الجبلين،
ولذلك إذا أردت أن تعرف حد الجبل فقد كان قديما من حين ما يسمى بالمزلقان، وهو الحجارة المحددة، والآن وضعت الرئاسة مشكورة حدا وعلامة لبداية الشوط، فيجوز للطائف من حين يرى علامة الشوط وهو علامة ما بين الصفا والمروة أن يرجع ويتم ويكون بذلك فعله صحيح، ويجوز له وهو الأفضل أن يرقى الجبل أو أن يستمر بما هو فوق الجبل وهي الدائرة التي تكون فوق الجبل، وهذه مستحبة وليست بواجبة. فاستقبل القبلة، قال فاستقبل القبلة عند رقيه الجبل، فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات. نعم، في المستحب إذا رقى الجبل بعد أن يقرأ الآية أن يكبر الله عز وجل وأن يدعو ويذكر هذا الدعاء ويمد يديه، وهذه من المواضع الأربع التي أورد العلماء أنه يستحب فيها رفع اليدين في الحج والعمرة. ثم نزل ومشى إلى المروة. نعم، ومشى أي من غير سعي شديد، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. نعم، بطن الوادي المراد ما بين العلمين وهو دار العباس رضي الله عنه الموجود الآن، العلمان الأخضران. حتى إذا صعدتا مشى، يعني إذا تعدى بطن الوادي وفي وقتنا تجاوز العلم الأخضر مشى. حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني يمشي حتى يصل إلى المروة، ثم إذا وصل إلى المروة فعل كما فعل على الصفا بأن رقاها وقرأ الآية وكبر الله عز وجل وحمده، ثم دعا يفعل ذلك 3. حتى إذا كان آخر طوافي على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. نعم، قوله حتى إذا كان آخر طوافي على المروة يدلنا على أن الدعاء بين الصفا والمروة إنما يكون في بداية الأشواط لا في نهايتها، فيدعو 7. وأما التكبير في الطواف فإنه يكون في البداية والنهاية فيكبر 8 مرات، وقد جاء في ذلك حديث عند النسائي. وقوله صلى الله عليه وسلم لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة، أي فليحل بأن يفسخ ويحلق رأسه ويكون حلالا. وهذا الحديث يدلنا على أن المتمتع يجوز له أن يحل، يجوز له أن يحل إن لم يضق الوقت عليه بأن كان في اليوم 8 مثلا وشرعت أوقات العمرة، لأن المتمتع إذا ضاق عليه الوقت وخشي فوات الوقوف أو كان المتمتع حائضا أو نفساء فإنه ينقلب نسكهم إلى القران. وأما القارن فإنه يجوز له أن يقلب نسكه إلى التمتع إلا في حالة واحدة، وهو إذا كان قد ساق الهدي كما علل النبي صلى الله عليه وسلم. فقام سراق بن مالك بن جعش فقال يا رسول الله لعامنا هذا أم لأبد، فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج 2 لا بل لأبد أبد. نعم، هذا الحديث يدلنا على أن العمرة دخلت في الحج، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى الأبد أمور. الأمر الأول أنه يجوز للحاج التمتع، لأنهم في الجاهلية كانوا لا يرون فعل التمتع في الحج، وإنما يحرم الآفاقي بالحج فقط. هذا المعنى الأول لدخلت العمرة في الحج. المعنى الثاني أنه دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج للقارن، فإن القارن يفعل أفعال المفرد لكنه إذا نوى بها القران أجزأته عن العمرة وعن الحج، لكن عليه هدي القران لدخول الحج في العمرة. المعنى الثالث في قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج أي في الحكم، فحيث قلنا بوجوب الحج فإن العمرة واجبة، ويدل على ذلك قصة المرأة التي قالت إن أبي أدركته فريضة الحج أفحج عنه، قال حجي واعتمري، فدل على أن العمرة واجبة. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن عليا كان مبعوثا للنبي صلى الله عليه وسلم على اليمن،
فوجد فاطمة ممن حل، أي ممن حل من الإحرام، ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت. نعم، الصبيغ يكون من الزعفران، والزعفران يعد طيبا، ولذلك فإنه لا يجوز للمحرم لبس الثياب المصبوغة بالطيب كالزعفران. واكتحلت لأن المحرمة لا تكتحل. فأنكر ذلك عليها طبعا لماذا لا تكتحل؟ لأن أرادت التزين لزوجها، فهذه علامة على أنها حلال، والمحرمة لا تتزين لزوجها لأنها محرم عليها الوقت. فأنكر ذلك عليها فقالت نعم. إن أبي أمرني بهذا، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت. نعم، مراده أنني أردت أن أشتكي له فعل فاطمة رضي الله عنها، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك، قال فإن معي الهدي فلا تحل. نعم، كان علي رضي الله عنه قد علق النية على نية غيره. الأصل أن النية لا يصح تعليقها إلا في موضعين منها الحج، فيصح في الحج تعليق النية بأن تقول أهللت بما أهل به فلان، وذكروا ذلك تعليلا نقل في الخلوة وغيره. نعم، طبعا ومن علق نيته على فعل غيره جاز له صرفه إليه. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، يعني أن مجموع ما أتى به علي من الهدي مع الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100. قال فحل الناس كلهم وقصروا. نعم، بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. نعم، للحديث المتقدم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حل في اليوم الرابع وبقي إلى اليوم الثامن وهو حلال عليه الصلاة، وأصحابه حلال، وأما هو فقد بقي محرما وقد لبد رأسه. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. المراد بيوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وقد توجه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى منى بعد طلوع النهار. فأهلوا بالحج، أي ضحى، فأهلوا بالحج أي فأحرموا بالحج في ذلك اليوم، وسمي يوم التروية لأنهم يروون الماء لأن عرفة ليس فيها ماء. وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يعني صلى بمنى في اليوم الثامن الظهر والعصر والمغرب والعشاء من ليلة التاسع والفجر. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، أي طلعت الشمس من اليوم التاسع. وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا القبة التي ضربت للنبي صلى الله عليه وسلم من شعر كانت في نمرة، ونمرة خارج عرفة. قال فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نفر إلى عرفة. ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. نعم، كان المشركون يقفون ويرون أن هذا خاصا بأهل بقريش مميزا لهم عن غيرهم، حيث كان الناس كلهم يذهبون إلى عرفة إلا قريش، فإنهم كانوا يقفون في المزدلفة وهو المشعر الحرام، فخالف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ومشى مع الناس. فأجاز رسول الله، فأجاز أي تعدى، حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. نعم، هذه القبة التي ضربت على النبي صلى الله عليه وسلم تدلنا على أنه يجوز أن يستظل المرء إذا كان محرما ما دام هذا الذي استظل به لا يتحرك بحركته. حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. نعم، قوله إذا زاغت يعني وصلت مرحلة الزوال، فرحلت له أي رحلت القصواء له، فجعل الرحل عليها ليركب عليه الصلاة والسلام. فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أصنع من أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطان فرشكم أحد تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعيه السبابة يرفعها إلى السماء
وينكثها إلى الناس. اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. نعم، هذه الخطبة التي خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وهي خطبة عظيمة جليلة، وفيها من جوامع الكلم الشيء الكثير. ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. نعم، هذا يدلنا على أن السنة في يوم عرفة الجمع والقصر، فأما الجمع فهو بين الظهر والعصر، وأما القصر بأن تكون الرباعية 2 ركعتين. والعلة عند فقهائنا إنما هو السفر، ولذلك يقولون من لم يحل له الجمع والقصر فيجب عليه الإتمام كالمكيين. والمسألة فيها خلاف على قولين، ولكن المشهور عند فقهائنا أن العلة السفر، وهي اختيار الشيخ تقي الدين، السفر، أن العلة هي السفر، وهو اختيار أيضا الشيخ تقي الدين. وبناء عليه فإن المكي الأولى في حقه أن يتم الظهر والعصر. ولم يصلي بينهما شيئا. نعم، قال ولم يصلي بينهما شيئا، أما بعدها فإنه حرام لأنه وقت نهي كما مر معنا بالأمس، وأما بينهما فإنه لا يتطوع بينهما، ولم يتطوع أيضا قبلها. ثم ركب حتى أتى الموقف. نعم، أتى الموقف يعني عرفة، وكان وقوف النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من الجبل المعروف فيها. فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة. نعم، الصخرات هي موضع معروف بجانب الجبل، وقد اختلف في محله، ولكن الأشهر هو المكان المعروف، وهو معروف أظن ومميز عند جميع الناس. قال وجعل حبل المشاة، أي طريق المشاة، بين يديه، واستقبل القبلة يدعو عليه الصلاة والسلام. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. نعم، هذا يدلنا على أن أفضل ما يفعل في يوم عرفة ذكر الله عز وجل والدعاء، وأن هيئة الدعاء تكون بالوقوف، بأن يقف المرء وأن يستقبل القبلة وأن يمد يديه بالدعاء. وأفضل وقت للدعاء في يوم عرفة، مع أن يوم عرفة كله وقت دعاء، هو آخر النهار، فإنه مظنة الإجابة. قلت هذا لما؟ لأن بعض الناس في يوم عرفة قد ينشغل ببعض الفاضل عن الأفضل، فينشغل بإطعام الناس أو بالاتصال على قراباته وصلة الرحم، وليس هذا هو الأفضل، بل أفضل ما تفعله في يوم عرفة أن تدعو الله عز وجل وتهلله، فإن أفضل ما قال النبيون في هذا اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الحديث. ومن أفضل الذكر لا شك القرآن، وقد جاء في حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. وأردف أسامة بن زيد خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كان إردافه لأسامة عندما نفر من عرفة إلى المزدلفة، وكان ذلك عند غروب القرص، وهذا يدلنا على أنه من وقف بعرفة في النهار فيجب عليه أن يقف جزءا من الليل. العلماء يقولون يجب أن يجمع بين الليل والنهار، فمن وقف في النهار وجب عليه أن يجمع جزءا من الليل، ولم يقولوا إنه يجب عليه أن يمكث إلى الليل. والفرق بين الثنتين أنه لو دخل في النهار ثم خرج ورجع في الليل فلا دم عليه، إذ الواجب إنما هو الجمع بين الليل والنهار في وقوفه بعرفة لمن وقف في النهار. وقد شنق للقصواء الزمام. قوله وقد شنق للقصواء الزمام يعني أنه جذب الزمام ولم يرخه، فكأنه قد شنقها لكي لا تسرع. حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله. من شدة جذبه صلى الله عليه وسلم للزمام أو لزمام ناقته. ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، أي لا تسرعوا، وهذا يدل على توفيق الله عز وجل للعبد، لأن العبد إذا انتهى من طاعة وكانت فيه سكينة فهذه علامة قبول. وإذا رأيت المرء إذا خرج من طاعة مستعجل فكأنه قد نفر من سجن ونحوه، فقد تكون دون ذلك. نعم، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. نعم، حبلا أي مكانا مرتفعا من حجارة أو رمل، يرخي للناقة شيئا قليلا لكي تصعد، لكي تقوى للصعود. حتى أتى المزدلفة، وهو الموضع المعروف، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. نعم، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان بوضوء توضأه في المزدلفة، فأذن أذانا واحدا وأقام إقامتين ولم يصلي بينهما شيئا. ويستحب أن تصلى المغرب والعشاء في المزدلفة ولو تأخر في وصوله إليها ما لم يكن
قد خرج الوقت. ولم يسبح بينهما شيئا. يسبح أي يصلي، أي لم يصلي بين المغرب والعشاء شيئا في المزدلفة. ثم اضطجع حتى طلع الفجر. نعم، قول جابر ثم اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، أخذ منه بعض أهل العلم أنه لا يستحب إحياء هذه الليلة، وهي ليلة العيد، لمن كان حاجا، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحياها، وإنما نقل أنه صلى المغرب والعشاء ثم اضطجع إلى طلوع الفجر. وصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة. نعم، قال لما تبين للنبي صلى الله عليه وسلم الصبح صلاه بأذان وإقامة، فأذن وأقام. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. نعم، المشعر الحرام الذي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم إنه المزدلفة كلها، وقيل بل هو موضع. وهذا الموضع ذكر بعض المؤرخين المتأخرين أنه خفي ولم يجزم بمحله، ولكن أغلب المؤرخين على أن المراد بالمشعر الحرام هو الموضع الذي بني عليه المسجد المعروف الآن. وإلا فإن بعض من المشايخ في القرن الماضي ذكر أن المشعر الحرام قد خفي، لأنه قيل إنه كان جبل أو موضع معين ومكان فسيح وهكذا. فاستقبل القبلة، أي فاستقبل القبلة بدعائه عليه الصلاة والسلام. فدعاه وكبره وهلله ووحده. نعم، فدعاه أي دعاء الطلب، وكبره قول الله أكبر، وهلله بأن قال لا إله إلا الله، ووحده بأن هلل وقال وحده لا شريك له. والكلمات الثلاث سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، من أتى بها أغناه ذلك عن سؤال الطلب. ولذلك قال الله عز وجل والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، أي مهما أملت من شيء ورجوت من طلب فإنك إذا جئت بهذه الكلمات فإنه سيتحقق لك. وقد جاء عند البيهقي من حديث ابن عباس أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني خيرا، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأدبر الأعرابي عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا وصل باب المسجد رجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تفكر البائس، وتبسم صلى الله عليه وسلم. فجاء الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه لله فما لي؟ قال إنك إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت، فإذا قلت اللهم اغفر لي قال الله هي لك، وإذا قلت اللهم ارزقني قال الله هي لك. فأن يقدم المرء بين دعاء طلبه هذه الكلمات العظيمات الجليلات التي هي أعظم الكلم وأفضله وأصدقه بعد كلام الله عز وجل، فإنه بأمر الله عز وجل من أسباب إجابة الدعاء وتحقيق الطلب. فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، أي لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر في المزدلفة على المشعر الحرام واقفا يدعو مستقبل القبلة ويهلل ويذكر الله عز وجل حتى أسفر، أي أسفر النور قبل أن تطلع الشمس، لأن المشركين كانوا يمكثون في المزدلفة حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وهو جبل معروف فترتفع الشمس فوقه. والنبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين من قريش وترك ما كانوا يتفاخرون به ويتمايزون به على الناس في أفعال الحج، ويظنون نفسهم حمسا أو يسمون أنفسهم حمسا ويجعلون لهم من الخصائص ما ليس لغيرهم. وهذا يدلنا على أن الناس سواء عند الله عز وجل، وأن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وإنما الفضل بين الناس إنما هو بأعمالهم، فلا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. فدفع قبل أن تطلع الشمس. طبعا لم يفضل النبي صلى الله عليه وسلم قريشا إلا في أمر واحد في الحج حينما جاءت السقيا، قال لولا أن يزاحمكم الناس عليه لسقيت معكم، لكي يبقى فضل السقيا لبني هاشم. وأردف الفضل ابن العباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. نعم، بطن محسر هو موضع بين مزدلفة ومنى، وهو قيل بمقدار رمية حجر ليس بالطويل، فمسافته بمقدار رمية حجر، ولذلك قدر بأذرع وليس بالكبير جدا. قال فحرك قليلا يعني أسرع في المشي. حتى سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. نعم، الطريق التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم هي في وقتنا الآن كما ذكر بعض المعاصرين وهو الشيخ بن جاسر في منسكه وهو من علماء القرن الماضي، هو الطريق الذي يسمى بطريق المشاة، طريق المشاة الذي ينتقل به الناس من عرفة إلى مزدلفة، هذا هو الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. نعم، وهي الجمرة الكبرى،
وهذه الجمرة كانت بجانب جبل وبجانبها شجرة، فأما الشجرة فأزيلت منذ القرون المتقدمة، وأما الجبل فأزيل في القرن الماضي من باب التوسعة على الناس، فكان يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف فرماها بسبع حصيات. نعم، لأنه لا يجزئ الرمي بأقل من سبع. وأما حديث أبي سعيد منا من يرى أنه قد رمى بسبع ومنا من يرى أنه قد رمى بست، فهذا محمول على الشك بعد انتهاء العبادة، لأنه لا عبرة بالشك بعد انتهاء العبادة. وقوله رماها بسبع حصيات لا بد فيها من سبع الرميات، فلو جمع السبعة فرماها بفعل واحد كانت كرمية حصوة واحدة. يكبر مع كل حصاة منها. نعم، يستحب له التكبير مع كل حصاة. مثل حصى الخذف. نعم، قوله مثل حصى الخذف أي يستحب أن يكون الحصى مثل حصى الخذف. وحصى الخذف أكبره حجم الأنملة وأصغره كالحمصة، هذا هو حصى الخذف. رمى من بطن الوادي. قوله رمى من بطن الوادي أي لم يرمه من فوق الجبل حيث كان جبل، وأما الآن فقد زال الجبل، فيجوز رمي هذه الجمرة من أي الجهات كان. ثم انصرف إلى المنحر أي المكان الذي ينحر فيه الهدي، فنحر 63 بيده عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن المرء يستحب له أن يباشر نحر هديه وأضحيته بيده، والنبي صلى الله عليه وسلم في الإبل كان يستحب النحر، وفي الغنم والبقر الذبح، والنبي صلى الله عليه وسلم نحر الإبل، ونحره 63 بيده والباقي أعطاها عليا فيها إشارة لعمره صلى الله عليه وسلم، فإن عمره في أصح الأقوال عند وفاته كان 63 عاما. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر أي ما غبر من المئة التي ساقها النبي صلى الله عليه وسلم، وأشركه في هديه يعني جعل هدي علي مع هديه، ولذلك فإنه يجوز التشريك في الهدي، وسيأتينا إن شاء الله الإشارة للفرق بين التشريك والاشتراك. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. نعم، لأنه من المستحب يستحب للمرء في الأضحية وفي هدي التمتع والقران وهدي المستحب مطلقا أن يقسمه ثلاثة أقسام، قسم يأكل منه، وقسم يطعمه الفقراء، وقسم يهديه، لقول الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كلوا جزءا وأطعموا القانع وهو الصديق والمعتر وهو الفقير. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من كل بدنة جزءا ثم جعلت له في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها عليه الصلاة والسلام. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. نعم، قوله فأفاض إلى البيت أي قصد البيت بطواف الإفاضة. فصلى بمكة الظهر عليه الصلاة والسلام، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه، رواه مسلم. وهذا يدلنا على استحباب الشرب من ماء زمزم قبل الطواف وبعده، وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الطواف وشرب بعده. أما بعد فلما روى عبد الله بن أحمد في زوائد المسلم من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى طوافه شرب من ماء زمزم. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم. نعم، هذا خارج حديث جابر، وهذا يدلنا على أن كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أفعال الحج إنما هو من باب التبيين، فالأصل فيه أن يكون وجوبا، وخاصة إذا قصده عليه الصلاة والسلام. ومن أمثلة ذلك ما جاء من حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند الجمرات يتحين الزوال، ففعله صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، ولم يأذن لأحد من أصحابه بالرمي قبل الزوال، فدل على أن الأصل في فعله حيث لم يأذن بخلافه أنه الوجوب في أفعال الحج. فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم. نعم، لا شك في ذلك، كل فعل الأكمل أن يكون الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن إنما ذكر في الحج لأنه جرت عادة الناس أن الناس يبحثون عن التخفف ويبحثون عن الأسهل، ولذلك لو أن المرء أراد أن يترخص في كل شيء لاجتمع فيه الشر كله كما قال الأوزاعي رحمه الله تعالى. والمقصود أن المسلم يسعى أن يكون حجه على السنة وألا يتلاعب فيه، فإن له في ذلك خيرا عظيما. نقف عند هذه ونكمل إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.